بجولة بروبرتي يورز لليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب وفيلل بمختلف المناطق اللبنانية. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزي هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدا وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي أند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلابل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، تشيمي انستليشن، برايفت جنريترز، عمار إيكو فرندلي وسولر باور وووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزي هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكني خلال مرحلة التنفيذ Under Construction Loan، أما التسليم بآخر 2019. اسكيب ريزيدنشال كومباوند كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت، مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام، وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتر مساحتهم بين 360 و450 متر مربع، بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار وأكثر من 55% خضار وغاردنز داخل المشروع. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسيكوريتي، واثنين لأربع باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولر سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلل اندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله، اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. جراند تاور 5127 ريزيدنشال وكوميرشال تاور جاهز للسكن، موقعه بسن الفيل استراتيجي قريب من المحلات التجارية والمدارس والجامعات. مؤلف من 13 طابق، قسم من الابارتمنت شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق، تتراوح المساحات بين 125 و195 متر مربع. شوروم تجاري 400 متر مربع مع مستودع 200 متر مربع و10 باركينج سبوت، صالح للبنوك أو الشركات الكبيرة. مدخل الشوروم خاص مستقل عن البناية، لوكجري تاور مع هاي أند سبيكس من أهمهم. دبل وولز ودبل جليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشن، تو برايفت اليفيترز، بالاضافه لاثنين اندر جراوند ستورز للباركينج مع ستورج روم لكل شقه.
جراند تاور 5127 تاور سكني وتجاري بسن الفيل كاشف على فيو 360 درجة ومواصفات عالية بالعمار. بلفيو 268 بناية فخمة موقعة بعوكر كاشف على فيو بيروت والبحر والجبل، والعدد المتبقي للبيع هو 2 أبارتمنتس جاهزين للسكن. دوبلكس 560 متر مربع مع 90 متر مربع تراس بالإضافة لثلاثة باركينج وكاف، وجراوند فلور 305 متر مربع مع 265 متر مربع جاردن بالإضافة لأربعة باركينج واثنين كاف. موقع البناية بشارع سكني خاص ورايق وبنفس الوقت قريب من الطريق العام. من أبرز المواصفات: باثرومز أوروبية، اي سي وشوفاج، جيبسون بورد ديزاين، دبل جليزينج، تجهيز لتشمني وهاي اند اليفيتر. بلفيو 268 بناية بتتميز بهاي اند فينيشينج ومعايير عالية بالعمار، حاليا اخر 2 ابارتمنتس للبيع وجاهزين للتسليم. تراجع معدل عدد الصفقات العقارية السكنية ب 13 منطقة بالسعودية خلال شهر آب الماضي بنسبة 61% مقارنة بالشهر نفسه من 2017، وبلغ عدد الصفقات العقارية 9463، بينما بلغ بذات الشهر من العام الماضي 15412 صفقة. وسجلت الرياض أكبر تراجع من بين مناطق المملكة بعدد 2883 صفقة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017 واللي بلغت 5320، وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً 1603، بينما سجلت العام الماضي 2362 وذلك وفقاً لمصادر عدلية. وشهدت مكة المكرمة ثالث مناطق السعودية تراجع بعدد الصفات العقاري السكني لعام 2018، حيث أوضحت المصادر أن الصفقات العقارية وصل عددها إلى 1374، فيما بلغت بمنطقة القصيم 914 وعسير 575 صفقة. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com صفحتنا على الفيسبوك وmtv.com.lv/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد. Thank you.